كعب الغزال، المقادير 1¾ كوب دقيق، 1.5 ملعقة كبيرة زبدة، 1/2 ملعقة كبيرة سكر، زلال بيضة، 1/2 كوب ماء زهر، قليل من الملح. مقادير الحشوة: 2.5 كوب لوز بجلي، 3/4 كوب سكر، 1.5 ملعقة كبيرة زبدة لينة، 1/2 ملعقة صغيرة قرفة، 1/2 ملعقة صغيرة مستكة، 1/4 كوب ماء زهر. ابدأي بسم الله. أولا اسلقي اللوز لمدة 5 دقائق، ثم قشريه واتركيه ليجف. أضيفي إليه السكر وماء الزهر، قلبيه ثم افرميه بالخلاط. بعد أن تكملي ضعي القرفة والمستكة والزبدة الطرية، لابد أن تكون طرية، وقلبيه ثم افرميه مرة أخرى. بعد الفرم مرة أخرى بلل اليد بماء الزهر، ثم قطعي إلى أصابع بطول 3 سنتي تقريبا، تكون الأطراف أرفع قليلا. بلل اليد أثناء العمل دائما بماء الزهر
أثناء العمل حتى يسهل عليك اللف. بعد أن تنتهي ابدأي بالعجن، ضعي الدقيق في العجان ثم ضعي مقدار ملعقة ونصف زبدة طرية ونصف ملعقة كبيرة سكر. افصل البياض عن الصفار ثم ضعي البياض فقط. ثم أضيفي ماء الزهر مقدار نصف كوب وقليل من الملح. ثم أضيفي مقدار نصف كوب ماء فقط ثم قطعي العجينة إلى كريات بهذا الشكل وضعيها على الدقيق حتى لا تلتصق على الطاولة.